استاذ حمدي، الاهلي مع سيمبا التنزاني لقاءات ربما تكون متوازيه، ما فيش حد يعني نجح ان هو يتغلب على الثاني باكثر بفارق الاهداف، بس اغلب المصريين كان عندهم التوقع ده ان هم يعني ممكن يجتمعوا معا في مباراه واحده. تعليقك. والله انا شايف ان القرعه معقوله جدا بالنسبه للنادي الاهلي. هو طبعا الدوري الافريقي زي ما بيسموه، اللي هي البطوله المستحدثه، يعني بتضم 8 فرق بيلعبوا، يعني نقدر نقول من ربع النهائي لحد النهائي. الاربع فرق بتوع اللي وصلوا لنهائي دوري ابطال افريقيا، النهائي والنصف النهائي، اللي هم الاهلي وصن داونز والترجي التونسي والوداد، دول تصنيف اول، وبعد كده في اربع فرق تصنيف ثاني اللي هم مازيمبي الكونغولي، بيترو اتلتيكو الانجولي، كمان في فريق انيمبا النيجيري. المهم ان وسيمبا التنزاني طبعا. ففرق التصنيف الثاني تقريبا كلها متقاربه في المستوى. انا شايف ان قرعه النادي الاهلي معقوله جدا ان هو يلعب مع فريق سيمبا التنزاني، فريق عنده امكانيات كويسه وبيلعب كره حلوه وحديثه، ولكن انا شايف انه طبعا خبره لعيبه النادي الاهلي وتفوقهم مع المدرب السويسري مارسيلو كولر بتدي لهم افضليه ان شاء الله على الفريق المنافس. طيب يعني خليني اسالك سؤال، هل المباراه بتعتبر محسومه ولا سيمبا ظهر له انياب كده في الفتره اللي فاتت، فهنقدر نشوف منها حبه حلوين في البطوله الافريقيه القادمه؟ هو طبعا ما فيش في كره القدم حاجه محسومه، لكن انا بقول انه الافضليه للنادي الاهلي، يعني نقدر نقول مثلا 70 ل 30 اذا قلنا نسبه مئويه. يعني النادي الاهلي عنده خبرات كبيره قوي، فريق سيمبا بيلعب كره كويسه، لكن الخبرات لصالح النادي الاهلي، التاريخ لصالح النادي الاهلي، لعيبته عندها دفعه معنويه كبيره جدا بعد موسم حصدوا فيه تقريبا كل الالقاب المحليه والافريقيه اللي شاركوا فيها، يمكن باستثناء كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي برضو قدم مردود كويس قوي فيها. لكن الحقيقه انا شايف انه الكفه لصالح النادي الاهلي، لعيبته ان شاء الله تبقى مركزه. المباريات لسه قدامها شويه، يعني طبعا بدايه البطوله هتكون يوم 20 اكتوبر زي ما كلنا عارفين، وهتستمر لحد 11 نوفمبر باذن الله النادي الاهلي يوصل للنهائي. اذا لعيبه النادي الاهلي استغلت الفتره اللي جايه بشكل كويس، سواء المعسكر المقام حاليا في النمسا او بعض المباريات الافريقيه والمحليه اللي هيلعبوها لحد ما يوصلوا للدوري الافريقي، اعتقد انه ان شاء الله النادي الاهلي قادر على انه ياخد اللقب ده.